السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاخوه والاخوات. كما تشاهدوا هذه الحشره اللي هي تنسموها احنا بالطاكسي او الدعسوقه هي مهدده بالانقراض، وهذه يعني حشره نادره لقيناها هنايا في الباديه، واللي لقاها جزاه الله خيرا ما يقتلهاش وما يلعبش بها. طارت، جزاكم الله خيرا. هذه نصيحة خفيفة، وإلى اللقاء إن شاء الله. لا تنسوا اللايك.